بسم الله الرحمن الرحيم، معك أستاذ طاهر أحمد، نشرح مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني. هنتكلم النهاردة على فرع الجبر، الوحدة الثانية دوال الكسور الجبرية والعمليات عليها. نشرح النهاردة درس الرابع، العمليات على الكسور الجبرية. هنبتدي بأول مثال في درس العمليات على الجذور على الكسور الجبرية، وهنبتدي مثال على الجمع. نون س بتساوي س تربيع زائد 3 س زائد س تربيع زائد 4 س زائد 3 زائد س ناقص 5 على س تربيع ناقص 4 س ناقص 5. أول حاجة عشان نقوم بعملية الجمع ديت، لازم أول حاجة نختصر أو نختزل الكسور الجبرية اللي قصادي. لو بصينا هنا للكسر الجبري الأولاني اللي هو س تربيع زائد 3 س على س تربيع زائد 4 س زائد 3، هنلاقي إن فوق إننا ممكن آخد الس عامل مشترك، فهبتدي أختزل أو أختصر الكسر الأولاني إن أنا آخد الس من فوق عامل مشترك، وتحت عندي زي ما أنتوا شايفين مقدار ثلاثي بيتحلل لقوسين. أما الكسر الجبري التاني اللي عايزين نجمعه عليه، فأنا شايف إن البسط متبسط جدا، س ناقص 5 مفيش ولا عامل مشترك ولا نقدر نحلله. اما المقام برضو فمقدار ثلاثي هيتحلل قوسين. يلا بينا نعمل الكلام ده. لما ناخد من س فوق عامل مشترك من الكسر الجبري الاول هتفضل لنا س زائد 3، ولما نحلل المقدار الثلاثي اللي تحت اللي هو س تربيع زائد 4 س زائد 3 هنحط هنا س وس و3 في 1 عشان هو عايز مجموعهم 4، والاشارات طبعا موجبه مثل اشاره الحد الايه الاوسط. هنروح للكسر الجبري الثاني، هنلاقي المقدار الثلاثي اللي تحت برضو هنحلله قوسين، س وس، والخمسة هنحللها 5 في 1 عشان هنا عايز الفرق 4، الكبير بياخد إشارة الحد الأوسط والتاني بياخد العكس، عشان كده عملنا عند الخمسة ناقص وعند الواحد زائد. بعد كده يا ولاد أول خطوة نعملها، ما نختصرش ما نشطبش أقواس ما نعملش حاجة، لازم الأول نجيب المجال. فهنجيب المجال اللي هو طبعا حفر أصفار المقام. هنا هنبتدي ناخد قوس قوس منهم، أول قوس منهم اللي هو س زائد 3، فطبعا س زائد 3 هتساوي صفر يبقى س بتساوي سالب 3. القوس التاني س زائد 1، س زائد 1 بتساوي صفر يبقى س بتساوي سالب 1. س ناقص 5 يبقى س ناقص 5 بتساوي صفر يبقى س بتساوي 5، عندي سالب 3 وعندي سالب 1 وعندي 5. هنا س زائد 1 هتساوي صفر يبقى س بتساوي سالب 1، كده كده هي متكرره عشان القوس ده متكرر اللي كنا لسه اخدينه قبل كده. يبقى المجال بتاع الداله دي حفر سالب 3 سالب 1 و5. بعد ما خدنا المجال دلوقتي من حقنا ان احنا نختصر ونشطب. لو شفنا الكسر الجبري، طبعا انا ما ينفعش اشطب كل كسر جبري يتشطب لوحده، ما ينفعش ندخل الاثنين على بعض. هناخد الكسر الجبري الاولاني، هلاقي ان البسط فيه س زائد 3 والمقام فيه س زائد 3، دول هيتشطبوا مع بعض. نروح للكسر الجبري الثاني اللي فيه س ناقص 5 والمقام برده فيه س ناقص 5، برده دول هنشطبهم مع بعض. بعد ما نشطب هنلاقي ان نون س بقت بتساوي س على س زائد 1 بعد ما شطبنا س زائد 3، والتاني بقى 1 على س زائد 1 بعد ما شطبنا س ناقص 5. لو ملاحظين ان هنا المقامات متوحده، ده شرط اساسي عشان اقدر اجمع الكسرين الجبريين. بعد طبعا اول حاجه ان انا اختصرهم نجيب المجال، لما نيجي نجمعهم لازم يكون المقام متوحد. هنا المقام س زائد 1 وهنا س زائد 1 المقام متوحد، هننزل المقام زي ما هو ونجمع البسط. س زائد 1 المقام نزلناه زي ما هو، جمعنا البسط هنا س وس زائد 1. طبعا س زائد 1 على س زائد 1 هتساوي 1 صحيح، يبقى نون س تساوي 1 صحيح. نروح لمثال تاني، يلا بينا ناخد مثال على الطرح. نون س بتساوي س ناقص 1 على س تربيع ناقص س ناقص س ناقص 3 على س تربيع ناقص 5 س زائد 6. وطبعا زي ما اتفقنا ان احنا الخطوات بتاعتنا ان احنا نختصر الكسرين الجبريين اللي عندي ونبسطهم لابسط صوره وناخد المجال بتاعهم. اول حاجه هنختصر الاولاني، الكسر الجبري الاول اللي هو س ناقص 1 على س تربيع ناقص س، فهنلاقي ان البسط ما فيهوش اي اختصار مش هقدر اعمل فيه حاجه، س ناقص 1، لكن المقام ممكن اخد س عامل مشترك. كسر الجبري الثاني البسط برده ما فيهوش حاجه اللي هو س ناقص 3، لكن المقام عندنا مقدار ثلاثي فممكن يتحلل لقوسين. هنبتدي نشتغل على الكلام دوت. حطينا البسط زي ما هو اللي هو س ناقص 1، وتحت المقام خدنا س عامل مشترك فتفضل س ناقص 1. نفس الكلام في الناحية التانية، خدنا س ناقص 3 سيبناها زي ما هي عشان دي مفيهاش اختصار، لكن مقدار الثلاثي احنا حللناه
قلنا طبعا الستة تلاتة في اتنين عشان عايز مجموعهم خمسة، والإشارات مثل الحد الأوسط فاتنين الاتنين بالناقص. قبل ما نختصر ونشطب لازم ناخد المجال، المجال اللي هو ح فرق أصفار المقام. ح فرق خدنا س العامل المشترك دي تبقى بتساوي صفر، وس ناقص واحد منها عرفنا إن السين بواحد، س ناقص تلاتة عرفنا السين بتلاتة، وس ناقص اتنين عرفنا إن السين باتنين، يبقى ح فرق صفر واحد واتنين وتلاتة. دلوقتي نقدر نختصر، هنشطب القوس س ناقص واحد مع قوس س ناقص واحد، نشطب القوس س ناقص تلاتة مع س ناقص تلاتة، هيتبقى لنا نون س بتساوي واحد على س ناقص واحد على س ناقص اتنين. لو ملاحظين هنا إن المقامات مش متوحدة، فأنا مش هقدر أطرح بالطريقة دي، لازم أوحد المقامات. في طريقة ممكن نعملها إن إحنا نضرب المقامين في بعض ونعمل مقص، نضرب س ناقص اتنين في الواحد والس في الواحد، طرفين ووسطين يعني. فأول حاجة هنضرب المقامين في بعض، س في س ناقص اتنين، هنعمل طرفين ووسطين، نضرب س ناقص اتنين في واحد تنزل س ناقص اتنين، وس في الواحد بإيه؟ بس. لو ملاحظين إن إحنا ممكن نختصر في البسط الس مع الس عشان واحدة بالموجب وواحدة بالسالب، هنشطبهم فهيبقى عندنا سالب اتنين على س مضروبة في س ناقص اتنين، وكده يبقى إحنا عملنا عملية الطرح وجبنا المجال بتاع الكسر الجسرين طرح الكسرين الجبرين اللي قدامنا. احنا مثال جديد، ناخد مثال على الجمع، نون س بتساوي عشرة س ناقص عشرة على اتنين س تربيع ناقص اتنين س ناقص اتناشر، زائد كسر الجبر التاني اللي هو س تربيع ناقص اتنين س ناقص خمستاشر على س تربيع ناقص تسعة. زي ما انتم ملاحظين احنا لازم نشتغل زي المثالين اللي فاتوا، نختصر الكسرين الجبريين وبعد كده نطلع المجال وبعد كده نجمعهم. لو لاحظنا إن الكسر الجبري الأول فيه عامل مشترك، البسط فيه عشرة عامل مشترك، والمقام كله ممكن بيقبل قسمة على الاتنين، فممكن آخد الاتنين عامل مشترك. ابتدي آخد العامل المشترك اللي عندي، طلع العشرة عامل مشترك هيتفضل س ناقص واحد، طلع الاتنين عامل مشترك هيتفضل س تربيع ناقص س ناقص ستة، زائد س تربيع ناقص اتنين س ناقص خمستاشر على س تربيع ناقص تسعة. بعد ما طلعنا العامل المشترك هنلاحظ إن أنا عندي اتنين مقادير ثلاثية لازم أقدر أحللهم، وعندي فرق ما بين مربعين هقدر أحلله. هبتدي أحلل الأقواس اللي عندي ديت، هبتدي أول حاجة أختصر العشرة على الاتنين في الخمسة عشان كده كتبنا خمسة فوق، استقطبنا العشرة والاتنين، والمقدار الثلاثي اللي هو س تربيع ناقص س ناقص ستة، ده بيتحلل قوسين، قوس س ناقص تلاتة وقوس س زائد اتنين. وش معنى تلاتة واتنين؟ عشان خاطر هو عايز الفرق واحد، الستة هنحلها تلاتة في اتنين عشان الفرق واحد. الكبير بياخد إشارة الحد الأوسط والتاني العكس، عشان كده عند التلاتة حطينا ناقص والتاني حطينا زائد. المقدار الثلاثي اللي فوق الخمستاشر حللناه تلاتة في خمسة عشان هو عايز الفرق اتنين. كبير بياخد إشارة الحد الأوسط والتاني العكس، فرق بين مربعين طبعا أسهل أنواع التحليل، س تربيع ناقص تسعة اتعمل مرة س ناقص تلاتة وس زائد تلاتة. قبل ما نشطب ونعمل أي حاجة لازم ناخد المجال الأول، مجال ح فرق أصفار المقام، القوس الأول بتاع المقام اللي هو س ناقص تلاتة هناخد منه تلاتة، وس زائد اتنين هناخد منها سالب اتنين، وس ناقص تلاتة هناخد تلاتة، وس زائد تلاتة هناخد السالب تلاتة. يبقى احنا كده خدنا المجال بتاع الدالة اللي عندنا، هنبتدي بقى نشطب ونبتدي نجمعهم. أول ما عندنا التشطيب أنا مش لاحظ إن الكسر الأول ما فيهوش أي حاجة تتشطب، لكن الكسر التاني فيه القوس س زائد تلاتة في البسط وفي المقام هيتشطبوا مع إيه؟ مع بعض، فيطلع لنا الناتج اللي قدام. دلوقتي في الدور على الجمع، إزاي أجمع الكسرين الجبرين دول والمقامات مش متوحدة؟ لو لاحظنا الكسر الجبري الأول، الكسر الجبري الأولاني فيه قوسين في المقام، والكسر الجبري التاني فيه قوس واحد، فلازم نوحد المقامين مع بعض. طب نوحد المقامين إزاي؟ هضرب الكسر الجبري التاني في القوس س زائد اتنين بحيث ان يكون المقامات زي بعض، بس هضربه في بسط ومقام. يبقى دلوقتي هيبقى عندنا المقام س ناقص تلاتة على س زائد اتنين، نزلنا الاولاني زي ما هو اللي هو خمسة س ناقص واحد، وضربنا القوس التاني في س زائد اتنين بقت س ناقص خمسة في س زائد اتنين. هبتدي اختصر الكلام ده، شايف الخمسة ممكن تتوزع على القوس والقوسين دول يتضربوا ببعض ونختصرهم. يلا بينا، خمسة في س بخمسة س، خمسة في واحد بخمسة، مقدار الثلاثي مقدار القوسين مع بعض لما يتضربوا، هضرب الأول في الأول س في س بس تربيع، هاخد طرفين وسطين، سالب خمسة في الس والس في الاتنين يطلع لنا سالب تلاتة س، هضرب آخر حدين في بعض سالب خمسة في اتنين بسالب عشرة. البسط برضو ينفع فيه تبسيط، هيطلع عندنا س تربيع عشان مفيش حاجة شبهها، هختصر الخمسة س مع تلاتة س يطلع لنا اتنين س، سالب خمسة وسالب عشرة يبقى سالب خمستاشر، فبقى اللي عندي فوق مقدار ثلاثي هحلله لقوسين، مرة س زائد خمسة وس ناقص تلاتة،
هلاحظ عندي ان انا اقدر اشطب س ناقص 3 مع س ناقص 3، فهيبقى عندي س زائد 5 على س زائد 2، وكده ابسط صوره لجمع الكسرين الجبريين اللي عندي. نروح لمثال جديد. مثال جديد، نون س بتساوي س زائد 1 على س تربيع ناقص 2 س ناقص 3 ناقص 4 س ناقص 7 على 2 س تربيع ناقص 7 س زائد 3. برضو هنبتدي نشتغل زي المثال اللي قبل كده، هنبتدي نحلل المقادير الثلاثية اللي عندنا، أو أي حاجة محتاجة تحليل أو أي عامل مشترك نلاقيه هنحلله. لو ملاحظين هنا عندي مقدارين ثلاثيين، هبتدي أحللهم. هنا نون س، هبتدي أحلل المقدار الثلاثي الأول اللي هو هنا س زائد 1، تحت هنا س ناقص 3 على س زائد 1، حللت القوسين. هنا الناحية التانية اللي هو 2 س تربيع ناقص 7 س زائد 3، حللنا القوسين برضو 2 س ناقص 1 وس ناقص 3. هنبتدي ناخد المجال، هفرق أصفار المقام، هناخد هفرق القوس الأول هاخد منه 3، القوس التاني سالب 1، القوس التالت بنص، وهنا 3 متكررة عشان كده كتبتها مرة واحدة. بعد كده هنبتدي نختصر، عندنا هنا قوس س زائد 1 هيروح مع قوس س زائد 1، الناحية التانية مفيش حاجة نقدر نختصرها فهنسيبه زي ما هو، لو 4 س ناقص 7 على 2 س ناقص 1 على في س ناقص 3، لازم نوحد المقامات. طبعا هنا قوس واحد هنا قوسين، هنكرر القوس اللي في الكسر الجبري تاني اللي هو 2 س ناقص 1 في الكسر الجبري الأولاني في البسط في المقام، هضربه في 2 س ناقص 1 في 2 و 2 س ناقص 1 في البسط في المقام، فهتلاقي المقامات اتوحدت وهيطلع عندنا هنا المقام هيبقى 2 س ناقص 1 في س ناقص 3، الناحية التانية هيبقى 2 س ناقص 1 ناقص 4 س ناقص 7. هبتدي اختصر البسط، هبتدي اضرب سالب 1 ديت واوحدها، هيبقى هنا 2 س ناقص 1 طبعا سالب في موجب بسالب، فبقت سالب 4 س، وسالب في سالب بموجب عشان كده بقت موجب 7. هختصر 2 س مع ال 4 س هيبقى سالب 2 س، وسالب 1 مع 7 هيطلع موجب 6. هبتدي اخد من البسط العامل المشترك اللي هو سالب 2، فهيطلع عندي س ناقص 3، تحت هيبقى س ناقص 3 في 2 س ناقص 1، هشطب القوس س ناقص 3 مع قوس س ناقص 3، هيتفضل لي سالب 2 على 2 س ناقص 1. وكده النهارده أخدنا أول جزء من عملية على الكسور الجبرية اللي هو الجمع والطرح، وإن شاء الله فيديو آخر ناخده الضرب والقسمة. شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم.